الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فها هي قوافل الخير تتوالى، فقد وردت إلى مديرية أوقاف البحيرة اليوم الخميس الموافق 17 فبراير لحوم صكوك الإطعام بحمولة تزن 3 أطنان، وذلك لتوزيعها على مستحقيها من قاطني القرى ضمن برنامج حياة كريمة، والذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. ويحضر معنا نائبا عن معالي الوزير المحافظ السيد الأستاذ عمر لبيب مدير عام الرقابة والمتابعة بالمحافظة، والسيدة الأستاذة الدكتورة فايزة زايد وكيل مديرية الطرام والبحيرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.